يكتشف عوالم السحر الذهني، حيث تكون الحدود بين علم النفس والإيحاء والخدع متلاشية إلى حد مستحيل. أشعر بالذهول التام. وستتوج بأخطر خدعة ذهنية جربت تنفيذها يوما. سيكون الخيار الخاطئ كارثيا. علّه يمارس السحر في كرسي مدولب. سحر العقل المعروف بفن التصورات الذهنية يستفيد من قدرات عقلية مزعومة مثل التحريك الذهني والاستبصار. من أواخر القرن 18 ازدادت شعبيته، ابتكر المستبصرون وصلات سحرية تتعلق بقراءة العقل والتنبؤ. قدموها على أنها حقيقية وألغوا الحدود بين الترفيه والعلم. استخدمت للتجربة الأصلية للإدراك فوق الحسي 25 بطاقة زينر، وكانت الرموز الخمسة متكررة 5 مرات. لذا أود الآن أن أقوم بهذه التجربة معكم. بعد برهة سأتصفح الأوراق، لذا أريد منكم أن تتصوروا وتروا أحد الأشكال في بالكم، أي الشكل، لكن ليس الورقة الأمامية. فيما خلطت الأوراق، هل تميز شكل واحد في بالكم؟ إن كان الأمر كذلك، احفظوا تلك الورقة في بالكم. مهما كان الشكل الذي تتصورونه في بالكم، تخيلوه في أذهانكم. غالبا ما يعتمد نجاح التصورات الذهنية على قدرة المؤدي على التغلب على الاحتمالات. في بطاقات الإدراك فوق الحسي ليس هناك إلا 5 رموز، لذا ثمة احتمال 1 من أصل 5 في تخمين الرمز الصحيح. والآن أريد نقل احتمال النجاح هذا إلى مستوى المستحيل. دعوت صحفيا هندسيا يبلغ من العمر 21 عاما يدعى مايك إلى طاولة البطاقات في قلب لندن. وفيما يتعلق بالقدرات الظاهرة كالاستبصار، إنه لا يؤمن بها إطلاقا. سررت برؤيتك. فن التصورات الذهنية ماذا يعني لك؟ قراءة العقل ومعرفة أفكار الناس. لست متأكدا من المعنى لأكون صريحا. جيد، حسنا، مشكك. نعم. سليم. حسنا، ممتاز. أود أن أريك الآن ما أعتبرها أصفى أشكال التصورات الذهنية، وهو ما يعرف بالتخاطر. حسنا. التخاطر هو نظر إلى عيني شخص ما وقراءة عقله وإخباره بما يفكر فيه. أود أن أجرب هذا. لدينا عدد من الكتب هنا، 4 كتب، لا أعلم إن قرأتها، لكن هل تأخذها وتنظر إليها لو سمحت؟ سأطلب منك أن تختار أي كتاب يروق لك. هذا الكتاب. حسنا، أريد منك أن تتفحص صفحات الكتاب. ارفع، لا تدعني أرى. افتح على أي صفحة تريدها. هل أنت راض بهذه الصفحة؟ نعم. إن أردت تغييرها فلا بأس. حسنا، انظر إلى الصفحتين، خذ وقتك، ابحث عن كلمة ما وفكر فيها ثم أغلق الكتاب. حسنا، مهما كانت تلك الكلمة قلها في ذهنك، إنها كلمة من بين عشرات الآلاف. حسنا، كلمة إنجليزية. نعم. ليست اسما، إنها كلمة إنجليزية، ليست اسما أو اسم شخصية، صحيح؟ كلمة موجودة في القاموس. سأجعلك تفكر في الكلمة في بالك، ومن ثم قل الكلمة في رأسك. فكر في الأحرف الأخيرة في الكلمة، في نهاية الكلمة، فكر في حرف واحد. حرف بي. هذا هو؟ نعم. فلنجرب هذه. سأختار هذه الكلمة. حسنا، كلمة بين عشرات الآلاف. نعم. ما كانت كلمتك؟ Unrecognizable. هذا صحيح. Unrecognizable.
هذا مذهل، مذهل تماما. هل أنت بخير؟ نعم، هذا مخيف بعض الشيء. أتريد المتابعة؟ نعم نعم بالتأكيد. أريد أن أجعل هذا صعبا قدر الإمكان. إن أمكنك التفكير في كلمتي، مرور أو رقم تعريف شخصي، هل تريد أن تجرب هذا؟ هل أنت مرتاح لخوض التجربة مع رقم سري؟ حسنا لا بأس. هل أطلعت أحدا على هذا الرقم؟ لا. أليس هناك من شخص نسأله عنه؟ لا. إذن سيكون الرقم أي أربعة أرقام عشوائية؟ نعم. جيد، ألم تخبر به أحدا؟ لا. ممتاز، تصور هذا الرقم، تخيل أنه هنا وبيدك اليمنى مايك، ضعها على الطاولة. أريد أن تشعر بنفسك، تخيل نفسك تطبع هذه الأرقام، تخيل أنك تسير إلى آلة صرف نقود من دون أن ترفع يدك. تصور أنك تطبع هذه الأرقام مجددا، تصور هذه الأرقام هنا. حسنا، أربعة أرقام. نعم. حسنا حسنا، أربعة أرقام عشوائية. نعم. ولم تخبر أحدا بهذا الرقم؟ لا، هذه مجرد فكرة في بالك. صحيح. حسنا مايك، ما هو رقمه؟ تعريفي الشخصي. 7201. 7201. 01. نعم. لا. غير معقول، غير معقول البتة. هذا رقم التعريف الشخصي لدي. نعم، عليك أن تغيره الآن. هل غير هذا نظرتك إلى القوى العقلية أو فن التصورات؟ لن ألعب الورقة مقابل المال بعد الآن. كنت مشككا فعليا قبل قدومي إلى هنا، لكن الآن بات لدي أسئلة عديدة عما هو ممكن وما هو غير ممكن. بالنسبة إلى شيء شخصي كرقم التعريف الشخصي، لا يمكن أن يكون الأمر صدفة. التغلب على الاحتمالات المستحيلة إحدى أقوى نتائج فن التصورات الذهنية، لكن في أداء الأخير ستكون الاحتمالات متساوية تماما بوجود خيارين فقط، أما المخاطر فستكون في أعلى حد لها. يأتي السحر العقلي في أشكال متعددة سبق أن تعمقت في التخاطر. الآن أريد أن أكرم أحد أسياد فن التصورات الذهنية المفضلين لدي، يوري جيلر. في السبعينيات من القرن العشرين أسر العالم بعروضه المذهلة عن قدرة التحريك الذهني، والأشهر كان أداؤه المؤثر بثني الملعقة. الآن أريد أن أرى إن كان ذلك التأثير قوياً اليوم كما كان آنذاك. أريد أن أعطيك هذه لتمسك بها الآن. أمسك بهذه جافا، سأستخدم هاتين، إنهما متطابقتان تماماً. حسناً. جيد، يمكنك أن ترى أنهما مسطحتان تقريباً من الأعلى. أمسك بهذه قليلاً. هل ترى هذه هنا؟ راقب هذه الشوكة. إن فركت هذه من هنا، إنها تتحرك. هذا غير معقول. هذه دعابة، هذا جنوني. هذا غير معقول. انظرا إليها. يا للهول. انظرا إليها ترتفع. المسيها، إنها باردة، ليست حارة، صحيح؟ أجل، وترين أنها مثنية قليلا. بالفعل. غير ممكن. إن قمت ب... إنها صلبة. إنها صلبة. حاول فركها. لا تنثني، تكاد تلامس الجزء الأعلى. دعيني أجرب هذا ثانية. حسنا. راقبيني. قولي متى أبدأ. تتحرك. قولي لي متى أبدأ. قولي أبدأ. أبدأ. لا، أنا ذاهب، هذا جنوني. لا، أريد أن أراقب هذا، هذا غير معقول. إنها تتحرك أمام ناظري. بالفعل أراها، رأيتها عندما بدأت تتحرك. وضعت يدي فوقها حيث كانت تنثني لأرى إن كان هناك قوى خارقة للطبيعة تسحبها، ولم يكن هناك شيء، كانت تنثني وحدها. انظروا إليها تتحرك. ماذا يحدث؟ هل ترونها تنثني؟ يا للهول.
شعرت بالانبهار. كيف فعل ذلك؟ كيف؟ لا أعلم. شيري قولي ابدأ. ابدأ. يا للهول. هذا رائع. هذا رائع. كانت هذه أول خدعة سحرية لم أشهدها من قبل. شيئا مماثلا. هذه أول خدعة سحرية أراها. شاهدت أشياء مماثلة لكنه في الواقع رائع. يا للهول. هذا مذهل. أسلوبه الكامل جعله يبدو وكأنه زار أماكن عدة. ربما قصد مكاناً لم نره من قبل وتحلى بالقوى السحرية بملامسة حجر. نعم. ركزتي على القسم الأعلى؟ ركزتي هنا؟ حسناً. راقبي هذا، انتبهي. ستبدأ بالتحرك. ركزي على هذا، هل ترينها تتحرك؟ عجباً. هل رأيتها تتحرك؟ لا أصدق. هل رأيتها تتحرك؟ هل تشعرين بها؟ هكذا؟ إن فتحت يدك هكذا؟ لا أصدق. أفلتيها وافتحي يدك؟ كلتا اليدين؟ نعم. راقبي هذا. ماذا؟ هل ترين؟ كيف حصل هذا؟ كان مذهلا. كان مذهلا. شونا. شونا. أنا خائفة. كيف؟ لا، ما عاد في إمكاني الاحتمال. لا يمكنني فعل هذا. توقف. نعم 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 نعم، قلت لك سيقطعها. يا للهول، كيف فعلت هذا؟ كنت أظن أن الناس الذين يشاهدون العرض هم مشاركون. نعم مشاركون في اللعبة. لست مشتركة صدقوني. السحر، أحيانا تنظر إلى أمر وتفكر هل هذا حقيقي أم لا، ولكننا نشاهده عبر التلفاز ولا يمكننا الجزم لأننا لا نخوض التجربة بأنفسنا. لكن عندما ترون الشيء بأم عيونكم فهذا أمر يأبى التفسير، إنها ظاهرة. لم يكن يوري جيلر فنان التصورات الذهنية الوحيد الذي انطلق نحو النجومية. عام 79 بدأت جامعة أمريكية بسلسلة من الاختبارات لمعرفة ما إن كانت القدرات العقلية موجودة. زعم الخاضعون للتجارب أنهم يمتلكون قدرات عقلية، ما عدا أنهم لم يمتلكوها. استخدموا مزيجا من السحر وفن التصورات الذهنية والتقنيات الخاصة لخداع العلماء بالاعتقاد أنهم يمتلكونها. أحد المشاركين في مشروع ألفا كان مخادعاً يبلغ من العمر 18 عاماً. اليوم إنه أحد أسياد فن التصورات الذهنية. قدرة فن التصورات الذهنية على إقناع الحضور بأن المؤدي يمتلك قدرات خارقة أو نفسية أو ذهنية هو ما يجعلها مذهلة. وأحد أهم الأسياد المعاصرين لهذا الفن هو باناتشيك. لعب باناتشيك دورا في حياة السحرية. كان العراب في فن التصورات الذهنية بالنسبة إلي. كتب وابتكر وأنتج كثيرا من خدع التصورات الذهنية عند مستويات عدة. لا يمكن للمرء أن يستخف بالدور الطاغي الذي يملكه اليوم بعالم التصورات الذهنية. لذا جلوسي معه الآن هو أروع حلم لدي، والتكلم عن كل تلك الأشياء هو بمثابة حلم حقيقي. باناتشيك، شكرا جزيلا على هذا. أهلا بك. شكرا على مجيئك. يسرني ذلك. اشتريت فضياتك الخاصة بالتحريك الذهني وأشرطة التسجيلات ربما منذ 15 عاما، وبدأ هذا بدراستي لكل شيء فعلته. وبالطبع مشروع ألفا، بدأت أقرأ عن ذلك المشروع. كيف بدأ؟ عام 79 جيمس إس ماكدونال من شركة طائرات ماكدونال التي كانت تبني طائرات للجيش أعطى نصف مليون دولار لجامعة واشنطن لدراسة الظواهر العقلية. كنت ولدا لم يكن يعلم شيئا عن السحر، ولم أكن أعلم بوجود ما يعرف بفنان التصورات الذهنية. لذا راسلته وقلت له يمكنني فني المعدن بعقلي، وأقنعت العلماء لأربع سنوات بأنني كنت مستبصرا حقيقيا، واعترفت في النهاية وشرحت أن كل ما فعلته كان وهما. وكانوا يضعون شيئا أمامي ويسألون أيمكنك فعل هذا، فأقول نعم. كانوا يضعون منصة خشبية صغيرة مثلمة وناقوسا زجاجيا، وكان هناك مسمار كبير في الوسط ودوار ورق
تحته وقالوا أيمكنك تحريكه؟ فقلت نعم، وركزت وجعلته يدور إلى اليمين. فقالوا أيمكنك تحريكه إلى اليسار؟ فركزت وحركته إلى اليسار، وغطوه بمواد مضادة للكهرباء الساكنة، ولكني حركته. وكانت هذه تقنية سحرية؟ نعم طبعا. لكن ثمة عبارة تستخدمها وهي؟ نعم، أقول أستخدم حواسي الخمس المعروفة لابتكار وهم الحاسة السادسة. نملك حواس اللمس والتذوق والنظر والشم والسمع. أضيف أنني أستخدم السحر لأنني أستخدم كثيرا من السحر بما أفعله، وأستخدم التلاعب الإدراكي، ما يعني التلاعب بإدراكك لطريقة حدوث شيء ما. وهذه مسألة علينا الانتباه إليها كفناني التصورات الذهنية، لأننا إن قلنا إننا مستبصرون وهذه الطريقة الوحيدة لفعل شيء، فهذه مجرد كذبة، كذبة واضحة، وتترك الفرصة سانحة أمام شخص ما ليفضحك لأنك ما عدت تقول إنك مؤذن. وافق بناتشيك على تأدية حركة من فن التصورات الذهنية معي بالاستناد على عقيدته بالتلاعب بالحواس الخمس الرئيسية لتشكيل وهم الحاسة السادسة. بداية سنستخدم حاسة اللمس. سترى أن هناك عصابة عينين، هل تراها؟ نعم حتما. ارفعها أمام عينيك رجاء وتأكد من أنك لا ترى من خلالها، ثم أعطها إلى دراموند. دراموند ضعها على عينيك، تأكد من أنه لن يرى عبرها. نعم إنها حاجبة. حاجبة تماما؟ نعم. إن نظرت إلى الطاولة سترى أن هناك نردا، ضعه على الطاولة على أي رقم تختاره. دراموند، أريد منك أن تستشعر بإصبعك الجزء العلوي من النرد وتحسس النقاط، إنها حاسة اللمس. هل عرفت شيئا؟ دراموند، أزل عصابة العينين وأخبرنا بالرقم العلوي الذي شعرت به. إنه الرقم واحد. واحد، وماذا لدينا هنا؟ الرقم واحد. الرقم واحد. لهذه المرحلة سنستخدم حاسة الشم. سوزان، هل تأخذين هذه البرهة لو سمحتي؟ نعم. رجاء ضعي هذه على عينيك. حسنا، سترى على الطاولة أن لدينا عددا من الأغراض المختلفة. حسنا. هل تؤكدين أنك لا تدرين ما هي هذه الأغراض الخمسة؟ نعم. لم تريها ولم يخبرك أحد بشأنها؟ لا. ممتاز، حسنا. جورج، أريد منك أن تنظر إلى الأغراض الخمسة، خذ وقتك. طبعا. غير رأيك ومتى شئت اختر غرضا، اتفقنا؟ حسنا. لا؟ نعم. هل أنت راض؟ حسنا، هذه. حسنا، ممتاز. رجاء احملها بين يديك. والآن سوزان، هل تفتحين يديك؟ وبعد برهة أريد منكما أن ترفعا أيديكما إلى أنفيكما والتنشق من خلال الأنف، افعلا هذا الآن. حسنا، ارفعا أيديكما وتنشقا الهواء بعمق واسفرا مجددا شهيق وزفير. حسنا. سوزان، هل أحسست بوجود أي رائحة؟ أي شيء على الإطلاق؟ نعم. ما كانت الرائحة؟ الليمون. أزيلي عصابة العينين يا سوزان، واستدر جورج، أظهرها لسوزان. كنت تمزحين صحيح؟ هذا مبهر فعلا. هذا مذهل فعلا. شكرا، شكرا لك. شكرا. 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 رائع. شكرا. بدأ صوتها صادقا جدا عندما سألها ما الذي تشمينه، فقالت أشم الليمون، وكأنها نقلت مني إليها، لا أعلم، خلت ذلك غريبا جدا. التأثير والتحكم هما ما يعتمد عليهما فن التصورات الذهنية. سأذهب الآن إلى برشلونة في شمالي إسبانيا، حيث سأخذ التأثير والتحكم والإيحاء إلى مستوى جديد كليا في دهاليز الشوارع في الحي ذي طابع العصور الوسطى في المدينة. في نهاية رحلتي ستتضافر كل هذه العوامل في الاختيار بين أمرين وبعواقب قد تكون كارثية. أتيت إلى برشلونة حيث أنوي تأدية خدعة معقدة بعدة طبقات من التصورات الذهنية.
لكن قبل أن أفعل هذا أريد أن أرى إن كان في وسع التلاعب بشخصين ليكون لديهما الأفكار نفسها في الوقت نفسه. ومن أفضل من شقيقتين أبدأ معهما؟ أنتما توأمان؟ نعم. من فرنسا؟ نعم. حسناً، إذن هناك رابط ما. بشكل ما. بشكل ما. هل يصدف أن تعرفا فيما تفكران؟ أحياناً نقول شيء نفسه في الوقت نفسه. تقولان شيء نفسه؟ حسناً، ممتاز. إيموجين، هذا الأمر هو عن الرابط بين شخصين. نعم. وأريد أن أتمادى في الاعتماد على هذا الرابط، اتفقنا؟ انظرا قليلاً إلى بعضكما، تنفسا بعمق واسفرا الهواء. حسناً، إيموجين، فكري في صورة، تصوري شيئاً في بالي، ليس شيئاً معقداً جداً، وإنما تصوري شيئاً بسيطاً جداً. فكري فيما قلته لك. إيلودي، فكري في كلمة إنجليزية وليست فرنسية، وليس كلمة شديدة التعقيد. حسناً. حسناً، وفيما تفعلين هذا؟ إيموجين، أعطيك هذا، وبعد برهة سأطلب منك أن ترسمي صورتك على يدك. إيلودي، تفضلي، سوف تكتبين كلمتك. الكلمة؟ وستكون الصورة البسيطة على يدك، واضح؟ حسناً. حسناً. حسناً، والآن افعل هذا. حسناً، سأخذ القلمين، ارفعا اليد إلى صدركما. إيلودي، حسناً، لديك كلمة عشوائية ولدينا صورة عشوائية. نعم. وأن نظرت إلى صورتك، أظهريها الآن. أظهريها لإيلودي. أظهريها الآن. نعم. وأظهري لإيموجين يدك. الشمس. مستحيل. غير ممكن. بلى. نعم. نشعر بأننا مرتبطتان، هل هذا سحر؟ مستحيل. ها هي ذا، تطابق مثالي، فكرتاكما متطابقتان. أحسنت عملا. ما هذا؟ ما هذا؟ محاولة لرسم خروف. غير معقول. يا للهول. دراجة. إنها دراجة فعلاً. كأن تفكيرنا متناغم. الآن سأستخدم دهاليز الشوارع المعقدة في حي برشلونة من العصور الوسطى في رحلة من الإيحاء. غالباً ما يتم التلاعب بقراراتنا وخياراتنا بقوة الإيحاء، وهذا شيء نختبره يومياً عبر الإعلانات ووسائل الاتصال الاجتماعية والأخبار، وغالباً ما لا تكون خياراتنا نابعة عن إرادتنا الحرة. وجدت شقيقتين إنجليزيتين، فيكتوريا وكاميلا، لمساعدتي، وللبدء أريد منهما أن تشاركا في تمرين بسيط على الإيحاء. كاميلا، إن نظرت إلى يدي وفيما تنظرين إلى يدي، أذكر رقما ما بين 1 و100. 38. 38. جيد، هل من سبب محدد له؟ لا. لا أعلم ماذا أقول. مذهل. أعلم. ندرك بحدسنا الأشياء ونرى الأشياء من دون أن نستوعبها بالضرورة. أريد أن أزيد الأمور تشويقاً. أوشك على القيام برحلة ستتخذ فيها فيكتوريا وكاميلا كل القرارات، لكن هل ستتخذان القرارات الصحيحة؟ طلبت من الشقيقتين أن تأخذاني في رحلة في حي العصور الوسطى في برشلونة. إذن أيتها الفتاتان، أريد أن أبدأ بهذا، سنستخدم هذا المغلف بعد قليل. أريد منكما أن توقعا على الجانب الأمامي من المغلف. وقعي أسفل منها. ممتاز. كاميلا، احتفظي به. سأفعل. لا تدعي أحدا يمسكه أو يأخذه منك، بات من مسؤوليتك الآن. جيد، بات من مسؤوليتك. سنذهب الآن إلى مكان ما، الخيار يعود لكما.
في طريقنا سأطلب منهما اتخاذ قرارات متنوعة تنتهي في حانة أو مطعم من اختيارهما. يمكنهما تغيير رأيهما كما تشاءان. من هنا. حسناً. إلى الأسفل. الحي القوطي متاهة من الشوارع المتداخلة، حيث يمكن لرحلة وحيدة أن تتبع مسارات مختلفة. ذاك الاتجاه. من هنا؟ نعم. حسناً. هل تريدان اليسار أم اليمين؟ فلنسلك اليمين. اليمين؟ كاميلا؟ نعم. تكلمت كاميلا. هل تحبين الفنون؟ أحب أن أرسم أحياناً. المهندس غاودي؟ ذهبنا إلى جويل هذا الصباح. حقاً؟ نعم، إنه مليء بأنصاب تذكارية ومنحوتات. حسناً. استمتعنا كثيراً. إنه يعطي طابعاً مميزاً لبرشلونة. بالفعل. وأحتاج إلى هدية لأمي، هل تمانعاني مساعدتي؟ حسناً. أي نوع من الهدايا؟ الخيار بين أيديكما. قادتاني عبر الحي القطي، اخترت هدية لأمي، والآن عليهما اختيار الوجهة الأخيرة. إن أردتما الذهاب يساراً أو يميناً؟ بقربنا الساحل الملكية حيث ذهبنا البارحة. يمكننا الذهاب إلى هناك. أجل. الخيار لكما. نعم، إنه مكان جميل، هناك كثير من المقاهي. إذن الساحة الملكية. حسناً. أريد منكما أن تنظرا من حولكما وتمعنا نظرا قليلاً. أجل. انظرا إلى كل المقاهي وكل المطاعم. أي واحد؟ الخيار لكما. لا أعرف هذه الأماكن. قادتنا رحلتنا إلى هنا، الساحة الملكية. الخيار التالي مهم، لابد من أنه يوجد هنا 30 حانة ومطعما في هذه الساحة. دو. هناك دو. حسنا، هيا فلنذهب إليه. خذاني إليه. أتودون شرب شيء؟ كاميلا، ماذا تريدين أن تشربي؟ عصير البرتقال. عصير البرتقال. فيكتوريا؟ لا شيء. هل أنت متأكدة؟ شكرا. نعم، عصير البرتقال. شكرا لك. في الحال. سيدتي، كل خياراتكما قادتنا إلى هنا. بما ستشعران إن قلت لكما إن هذه الخيارات لم تكن خياراتكما؟ لا أعلم. حسناً، اتخذته بنفسي. كاميلا، كان المغلف في حوزتك طوال الوقت. طوال الوقت؟ نعم. وإسماكما موقعان عليه؟ نعم. ولم تتركيه أبداً؟ لا، ولا مرة. كاميلا، أريد منك أن تمسكي بالمغلف رجاءً، وعلى الطاولة، لا أريد أن ألمسه. هل تفتحين المغلف؟ رجاءً. يا للعجب، إنه نفسه. وترين أننا نحتسي عصير البرتقال والفسيفساء أبو برايس غاودي في دو. نفس المكان. على الطاولة نفسها. كيف فعلت هذا؟ مؤكد اشترى متجر التحف التذكارية بالكامل. شكرا لكما. شكرا. شكرا. شكرا لك فيكتوريا. أمسكي بالكوب. شكرا. شكرا. كان هذا غريبا؟ كان هذا... لا أفهم شيئا مما حدث توا. لا أعلم كيف أثر على رأسي. ظننت أننا من اختار... نعم. المكان، الشراب، الطاولة. لا أعلم كيف علم مسبقا بما سنختاره. أنا مندهشة. نعم. حان الوقت للعودة إلى إنجلترا لتقديم أدائي الأخير. لهذا الأداء سأستفيد من كل عنصر من تجربتي. رموز الإدراك فوق الحسي، والتغلب على الاحتمالات ووهم الخيار الحر. والآن يجب أن نجمعها معا للتحكم بالمشارك الأخير لاتخاذ القرار الصحيح. هذا المطار المهمل في جنوبي إنجلترا هو موقع خدعتي الأخيرة والأخطر، والتي ستنحصر أخيراً بين خيارين. لهذه الغاية أحتاج إلى شخص بمهارات تقنية محددة جداً، شخص يتمتع بضبط النفس وحس التوقيت الدقيق وأعصاب فولاذية، والأهم من كل ذلك بحب السرعة. سيارتان تتحركان في تناسق مثالي، حيث يمكن أن تتسبب حركة خاطئة بكارثة. هذا هو الانجراف. ستقود إحدى هاتين السيارتين بليندا، وهي من نخبة السائقين المحترفين بالانجراف في المملكة المتحدة. أخبريني عن المهارات والمواصفات اللازمة لكي ينجرف السائق بنجاح. الالتزام والثقة.
حسنا، هل هي رياضة خطيرة؟ نعم، وهي جنونية، ويجب أن تكون مخبولا بعض الشيء لتفعل هذا. أخبريني، هل تبحثين عن الحماسة بطبيعتك؟ أسعى خلف الإثارة. حقا؟ نعم. ممتاز. قبل أن أخضع مهارات بيليندا إلى الاختبارات الأهم، يجب أن أكون رابطا معها. عند جانبي هذه الطاولة هناك مجموعتان متطابقتان من سيارات اللعب، ويفصل بينهما حاجز. يجب أن أتخذ وبيليندا عددا من الخيارات. هذه مجموعة سياراتي. إنها مذهلة، أليست كذلك؟ سياراتي هي نسخة عن سياراتك. لديك مجموعة ولدي مجموعة مطابقة. بيليندا، هذه تجربة صغيرة عن التحكم، إنجاز التعبير. بعد برهة سأطلب منك اختيار عدد من هذه السيارات ورفعها سيارة تلو الأخرى. ما الذي يعنيه الإيحاء والتحكم لك؟ ستحاول أن تخبرني أي سيارة أختار؟ حسنا، هل تعتقدين أن التحكم بخيارات شخص ما شيء ممكن؟ لا. لا أريد منك أن تشعري بأنني أتحكم بك بأي طريقة. لا تدعيني أؤثر فيك، ولا تدعيني أتلاعب باتخاذك لقراراتك بأي شكل من الأشكال. حسنا، انظري إلى السيارات بيليندا. دعي ألوان وأشكال السيارات تخاطبك. سأعد من الثلاثة حتى واحد، وعند الواحد أريد أن تمد يدك وتمسكي بأي سيارة تحبينها. حسنا، اتفقنا؟ ثلاثة، اثنان، واحد. أريني ما لديك. خيار سيء، ربما ليست هذه البداية المثلى. ما الذي جعلك تختارين الأصفر؟ اخترت السيارة التي كانت تقف قبالة الأخرى. فلنجرب فعل هذا مجددا. بيليندا، قبل أن نتابع أريد منك أن تخلطي كل السيارات. اخلطي بين كل السيارات الموجودة على الطاولة. حسنا بيليندا، سأعد من ثلاثة إلى واحد وستمسكين بالسيارة. حسنا، اتفقنا؟ ثلاثة، اثنان، واحد. هيا، خيارك، ماذا تحملين؟ حسنا، أنت الآن تتخذين هذه الخيارات الحرة العادلة. فعلت ذلك بشكل عشوائي، حتى أنني غيرت رأيي في آخر لحظة. أتعتبرين أنك عرضة لتحكم الآخرين؟ لا. لا؟ لا. سنفعل هذا الآن بأربع سيارات. أريد منك أن تتخيلي صفا من السيارات المركونة وستشكلينه أمام الحاجز. ستختارين كل سيارة، الواحدة تلو الأخرى. لا تدعيني أؤثر في خياراتك، واضح؟ لن أفعل. عندما تختارين أول سيارة ضعيها هنا أمام الحاجز. ثلاثة، اثنان، واحد، ابدأي. السيارة التالية. حسنا، انظري إلي. السيارة التالية. السيارة الأخيرة. خمس، فلنجعلها خمس سيارات. أفسحي بعض المجال في الوسط. إن أمكنك دفعها قليلا بعد، سنضع سيارة إضافية في الوسط. انظري، انظري إلى السيارات المتبقية. فكري، انظري إلي. ثلاثة، اثنان، واحد، هيا. خمس سيارات، صف من خمس سيارات. نعم، في صف؟ نعم. سيارة فورمولا واحد خضراء، سيارة زرقاء، سيارة سباق خضراء، سيارة سباق برتقالية، سيارة حمراء من نوع فورمولا ثلاثة. ثلاثة، نعم. أعتقد أنه لربما في الأمر خدعة. هذا غريب. نعم، لم أفعل شيئا كهذا من قبل، لكن هذا في غاية الذكاء. حسنا، هذه علامة جيدة. والآن أريد أن تتخذي خيارا أخيرا. أحضرتك إلى هناك لأجل مهاراتك الدقيقة في القيادة. سترين في نهاية المدرج حاجزين ورقيين، أحدهما برمز زائد والآخر برمز الدائرة. بعد برهة سأطلب منك الدخول إلى سيارتك. سأطلب منك النظر إلى الرمزين، وسأطلب منك التفكير في أحد الرمزين في رأسك فقط. بعد أن تفعلي هذا سأطلب منك القيادة نحو ذلك الحاجز. ثمة أمر عليك أن تعرفيه.
لن تعرفي أي واحد، ولكنني سوف أقف خلف أحد الحاجزين. حسناً. هل تريدين المتابعة؟ نعم، أنا أريد المتابعة. حاجزان، خيار واحد. فكري في ذلك، احصري خيارك في عقلك. سأذهب للاستعداد، واضح؟ حظاً موفقاً. أنا قلقة أكثر حيالة، للصراحة أنا في داخل السيارة، أنا محمية. علّه يمارس السحر في كرسي مدولب. إنها مسيرة طويلة وستنتهي باندفاع سيارة جراف بوزن طن وقوة 387 حصانا على المدرج بسرعة كبيرة. كل ما تعلمته سيصل إلى ذروته في هذه اللحظة. حاجزان زائد ودائرة، سيكون الخيار الخاطئ كارثيا. بليندا، هل تسمعينني؟ نعم. لا أريد منك أن تفكري في، لا تركزي على ما قد يحدث، هل هذا واضح؟ أريد أن تركزي على الرمز في بالك. هل نضع الحاجب في مكانه؟ بليندا، هل تؤكدين أنك تعجزين عن رؤية من مكانك؟ صحيح، لا أرى شيئا. حسنا، أنا في موقع الآن. هل نزيل الحجاب عن سيارة بليندا؟ بليندا، لا تعلمين أين أقف خلف أي من الحاجزين، صحيح؟ لا أملك أدنى فكرة. بعد لحظة سأبدأ بالعد، 3، 2، 1. أريد أن تشغلي بعدها المحرك للانطلاق وللمرور خلف حاجز الرمز الذي اخترته. حسنا. وأخيرا بعد لحظة سأضع اللاسلكي على الأرض، واضح؟ وبعد ذلك لن يعود بيننا أي اتصال. لذا فيما أعد 3، 2، 1، إن أردت أن تغيري رأيك بعد انطلاقك يمكنك فعل ذلك. انطلقي. لم يحصل شيء. خيار موفق. نعم، خيار موفق لصالحك. شكرا لك. شكرا. يا لقلبي. هل أنت بخير؟ نعم. كيف كان ذلك؟ لم أشعر بالتوتر حتى بدأت بالقيادة وقلت لنفسي يمكن أن تكون هنا. كان يدق قلبي بسرعة. حقا؟ أشعر بارتياح. استخدمت المكابح؟ تراجعت لجزء من الثانية، كان هناك خوف بسيط من أن تكون هناك، وتراجعت قليلا عن الدواسة. شعرت ببعض الخوف قبل الضربة؟ طبعاً. ولم تعلمي خلف أي حاجز كنت؟ أبداً على الإطلاق. لوهلة، تخيلي لو أنك اخترت الحاجز الآخر، عبري لي عما كان سيحدث حينها. لا شعرت بالذنب حتى بقية حياتي. بليندا، دعيني أريك شيئاً. لم يكن لهذا علاقة بحمايتي من الأذى، وإنما بحمايتك أنت من الأذى، أنت فقط. حسناً. هل هذا منطقي؟ لا. دعيني أريك. خلف هذا الحاجز بارتفاع 3 أمتار ووزن 5 أطنان. عجباً. جدار إسمنتي، تعالي وانظري إليه. عجباً. يا للهول. جيد أنني لم أغير رأيي. بما تشعرين؟ لا أعرف ماذا كان سيحدث لو غيرت رأيي. ماذا كان لحدث؟ كنت لتحطمت حينها. إنه صلب. نعم. أخبريني بما كان حدث للسيارة. أظن أن المحرك كان ليصبح معي في حضني وكانت لتدمر.